بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 124. الحمد لله على جزيل فضله وعطائه، علم من الجهالة وهدى من الضلالة وأغنى من العيلة. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله عن مسائل تتعلق بالأموات وأحوالهم في القبور، فسئل هل يتكلم الميت في قبره؟ فقال: فأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره؟ فجوابه أنه يتكلم، وقد يسمع أيضا من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم يسمعون قرع نعالهم. ثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وهذا تأويل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر، وكذلك يتكلم المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل ما أسمع. وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب، وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والآثار في هذا كثيرة منتشرة، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن سؤال منكر ونكير للميت: إذا مات تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرا ونكيرا فيحتاج موتا ثانيا؟ فأجاب: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير، فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان: قيل يسمى ذلك موتا، وتأول على ذلك قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار، والحياة الثانية في القبر، والموتة الثانية في القبر. والصحيح أن هذه الآية كقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد هذه الحياة. قوله تعالى: ثم يحييكم، يعني بعد الموت. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى، لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين. والنوم أخو الموت،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه باسمك اللهم أموت وأحيا، وكان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة. قد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين، فيتوفاها حين الموت ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم، ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح والوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه طعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في فمه، وهذا موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي إلى جنبه لا يحس به، حتى قد يصيح النائم من شدة الألم أو الفزع الذي يحصل له، ويسمع اليقظان صياحه، قد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب، واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة، ولو خوطب لم يسمع. فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم، وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والقلب يشبه القبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، وفي لفظ قلوبهم وقبورهم نارا، وفرق بينهما في قوله بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم، وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. ولكن يذكر مثل هذا لبيان إمكان ذلك. إذا قال السائل الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير ونحو ذلك، انتهى كلام الشيخ رحمه الله حول هذه المسائل المهمة التي تتعلق بإثبات عذاب القبر ونعيمه، وضرب المثال التقريبي لذلك بما يحس به النائم من ألم أو لذة، مع أننا لو كنا حوله لم نعلم بذلك. فكذلك الميت في قبره يمكن أن يعذب أو ينعم ولا نحس بذلك ولا ندري عنه، والله على كل شيء قدير. وعقولنا وحواسنا لا تتسع لإدراك كل شيء، قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والواجب على المسلم أن يؤمن ويوقن بما صحت به النصوص سواء اتسع لها عقله أو لم يتسع، فالإيمان بالغيب هو ميزة المؤمنين الصادقين الذين أثنى الله عليهم ووعدهم جزيل الثواب. هذا، ونسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.